شو بتحب توجه كلمة بمناسبة تحرير حلب؟ صار بحلب في دول اليومين الماضيين كتير كتير يعني رفع معنويات السوار، رفع كتير معنوياتهم، وبس بنتمنى نحن من هون من الفصائل كلها بس انه تشد همتها لدخول دمشق. بحب اللون انه الله يعطيهم العافية ويقويهم ويحميهم ويكرمنا مثل ما كرمهم، فك الحصار عنا وفتح دمشق وتوحد فصائلنا. بالنسبة لحلب وانتصار حلب، نحن كثير بنشكر الجيش الحر انه فرحنا بهالنصر بعد خسارات كبيرة صارت، والحمد لله فك الحصار الحمد لله، وكثير كثير انبسطنا وفرحنا. نشكر الجيش الحر كثير، نتمنى مقاداتنا هون تتوحد وتفك الحصار كمان عن الغوطة وعن الشام وتمهد بقى لدخول دمشق. بالنسبة لحلب والانتصارات اللي صارت من عدة أيام، نحب نوجه لهم رسالة إنه نحن من دمشق معكم على الموت على الموت. نحب نوجه رسالة كمان لقادة الفصائل، فصائل الجيش الحر بالغوطة وعنا بالشام، إنه يتوحدوا استعدادا لدخول دمشق وتحريرها من نظام الأسد، مش من نظام بشار الأسد، من روسيا ومن إيران. إن شاء الله هيك، الله بيحميهم يا رب، ييسر أمورهم.